إذا سئلت عن رأيي الشخصي مش في دور الانعقاد الجاي فيما يتعلق بمدة الرئيس، لا أنا بتكلم، لا أنا بتكلم مش هتكلم عن النصوص إنما أتكلم بشكل عام. لا طبعا أنا من أول ما تم الاستفتاء، من قبل الاستفتاء على الدستور، قلت على فكرة إن الدستور بمجموعة من الألغام ستثبت التجربة وسيثبت الزمن ضرورة. أنا شخصيا لا، لدي كثير من الملاحظات على عدد من نصوص الدستور لا تقل عن 10 سنوات مدة الرئيس. أنا لا بشكل قاطع كده أنا مع أن هي تبقى مدة سير الرئيس 6 سنوات بشكل قاطع.